مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بسحب جديد مع اللوتو اللبناني. يعني اليوم صار فينا نقول مثل مليون دولار. عم نحكي عن جائزة ناطرينا صرنا فترة، يمكن الجائزة وقتها تكون 400 مليون 500 مليون وبننبسط فيها، بس وقتها تكون الجائزة مليون دولار بننبسط كتير فيها، لأنه كل أحلامنا يلي حاطينا طبعا كل واحد على قده بتتحقق. شي بده وشي بده وشي بده، فأحلامنا ما رح عددها لأنه كل واحد أحلامه بتتغير بين الشخص والتاني، بين الكبير والصغير وبين المرأة والرجال. المهم أنه كل الناس بتلعب لوتو. دو 7 à 77، لا من الواحد للمية. امبارح في مدام عمرها 100 سنة عم تقلي حفيدتها أنه بتلعب لوتو، وعن جد هي بدها تحط الأرقام، بقى إن شاء الله اليوم كمان تربح. ست تيريز مسلم مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وصحوبات اللوتو اللبناني، أهلا وسهلا فيك تيريز. أهلا وسهلا فيك. أحلى شيء عن جد باللوتو أنه كلنا منشارك مع اللوتو اللبناني، منتسلى، منلعب، منربح، منخسر، مش غلط أنه الواحد يخسر، أهم شيء أنه منحلم ومنتأمل. اليوم الجائزة مثل ما قلت لكم فوق 1.5 مليار، تحديدا 1,524,396,229 ليرة قيمة المرتبة الأولى. قيمة المرتبة الثانية تراكم تبعها، بما أنه ربحت نهار الاثنين سو ما في، فمنبلش بجائزة قيمتها مينيموم 100 مليون، مفروض فوق 120 مليون. أما بالنسبة لسحب زيد فالجائزة سبيسيال 75 مليون ليرة، يعني المرتبة الثانية الثالثة والرابعة بيتضاعفوا أرقامها. بدي أقول ألف مبروك بالسحب رقم 1501. ما بعرف ليش كاتبين لي 1501 و1502 بدري، يعني هو سحب واحد ما بعرف أي. الجائزة الثانية. الجائزة الثانية، لكن بالسحب 1501 اللي هو سحب الماضي، لأنه اليوم 1502 يعني نهار الاثنين، ربح شخص اسمه الياس حبيب بو عيسى جائزة ثانية كانت قيمتها قيمتها 200 مليون ليرة، فمنقول لك ألف مبروك يا الياس حبيب بو عيسى. ست تيريز رح نبلش مباشرة مع سحب جديد ومنشوف المكنة على الهواء. حضروا أوراقكم منيح ودهن الطابات وانتبهوا لرقم السحب. أول طابة، يا الله 12. الطابة الثانية، إذا دوز الطابة الأولى. الطابة الثانية 13، دوز 13. بدنا العشرة وال11 منغني على الهوا. وال14 بنلعب 14 بول ساعتها. دوز 13 32، حلوة. جمعت 3 و2، 12 13 32، هو أول ثلاث طابات. ثاني ثلاث طابات، الطابة الرابعة 21 أو 27 27 12 13 32 27. الطابة الخامسة 17، حلوين 17 27 12 13 32. والطابة الأخيرة السادسة، وهي الطابة الأخيرة من الطابات الأساسيات، تحمل الرقم 4. الطابة الإضافية لجائزة المرتبة الثانية اللي بتربحكم جائزة قيمتها فوق 100 مليون ليرة رح بيكون رقمها 23، حلوة 12 13 23 32. هودي هن إذن طابتنا، رح نرجع نشوفهم كمان مرة وراي على الشاشة لحتى نتأكد من الأرقام، وأنت تقدروا أنتوا كمان تشوفون وتتأكدوا من أوراقكم، خاصة الأشخاص اللي لعبة كذا ورقة وبتكون ضايعة وبدها تحط زيح أو تعمل رون أو تشخط، يعني كل واحد عنده طريقة لحتى يتأكد من الأرقام الربحانة عنده أو من الأرقام الخسرانة. رح ننتقل من لعبة اللوتو إلى لعبة زيد، وقت تدفعوا 1000 ليرة زيادة بتكونوا اشتركتوا بهاللعبة اللي ما لها علاقة الأرقام فيها إلا من خلال المكنة، يعني المكنة هي اللي بتنقي الطابات بلعبة زيد. أول طابة تحمل الرقم 3 3. الطابة الثانية تحمل الرقم 4 3 4. كمان 4 4.
ثلاثة أربعة 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 واحد 14443 أو 14443. دخلي كمان باللوتو نزلت الأربعة اليوم، الأربعات مهيمنين. نحن باستوديو أكثر من أربعة وبالريجي أكثر من أربعة، بس عادة أربع أشخاص بيلعبوا دق ورق. لعبوا لوتو ونسولي الورق، بعد البريك راجعين مع النتائج. سحر جايكوبز أروما، المكون من حبة جايكوبز الذهبية. قهوة جايكوبز الجديدة سريعة التحضير، النكهة السحرية. صار في ياخد وندر ويفر هلا؟ جديد من وندر ويفر، ويفر هش محشي بكريمة الكاكاو ومغطى بالشوكولا الغني. وندر ويفر، طعم الطعم العجيب. كومبو بوكس من بيتزا هات، بيتزا شهية، بطاطا ويدجز، باستا لذيذة وخبز بالثوم، بس ب 25 ألف ليرة. مع كومبو بوكس هين عليك تقول ترك علي. هاي يا صاحبي، ليه عم تسحب كل هالكمية من الورق؟ أنا فاين وشوية ورق مني بتكفي. ورقة توليت فاين، كل ورقة بتمتص لغاية 40% أكتر، يعني بتستعمل ورق أقل بكل مرة. اريال الجديد والمطور بيتحدى أصعب البقع الناشفة وبيزيلها من غسلة واحدة. شفت بعيني واقتنعت إن اريال بيديكي أحسن إزالة للبقع الناشفة ومن غسلة واحدة. مع قوالب بيكون الجديدة تكبر سفرتك. دوني المركز رقم واحد بالعالم. بالرجع من المدرسة كلن بدن يغمروا، عرقان تعبان وين بده يروح، يهرب ابدا مش مسموح. شو سر الغمرة؟ دوني المركز منعم الأقمشة، ضيفيه للغسلة لانتعاش بيدوم حتى مع التعرق. دوني المركز. ساعة 3 الفجر مع حفاظ عادي. ماما هون. الساعة 3 الفجر مع بامبرز. بامبرز هي الحفاضة الأكثر جفافاً بلبنان. على عكس الحفاضات العادية، حفاضات بامبرز فيها طبقة امتصاص إضافية بتساعد طفلك يبقى جاف، وهيك بيتهنى بنوم هادي طول الليل. وهلأ جرب العبوة الاقتصادية الجديدة ب 16750 ليرة بس. بامبرز بيتمنى لكم كل الحب والنوم واللعب. شو جديد عائلة آدم؟ البابا شاري فيري، بس بعد فيه شو بيعمل؟ وبعد 3 أسابيع رجع جاب معه فيري. نقطة واحدة من سائل فيري كافية لإزالة الدهون عن كتير من الصحون، لهيك فيري بدون مرتين وأكتر. شفت اللي هيك كمية من فيري ما بتخلص بسنة. Looking to start an exciting career in the beauty industry? Join us at LAB, Lebanese Academy of Beauty, Makeup, Cosmetology, Skincare, Manicuring, Hairstyling, and much more. Enroll today and do what you love with the Lebanese Academy of Beauty. It's very dangerous for Armenians right now. No one here is safe. I have to get us out of here before there's no time left. I was told that you organized an escape route. How can I help? Le festival Beirut Holidays présente Mario Pelcha avec ses musiciens le 12 juillet au Biel Beirut Waterfront. Et maintenant, que vais-je faire? This is Phoenix Fire!
فينيكس فايتنج تشامبيونشيب بتنظم أكبر حدث رياضي قتالي بالعالم. 20 مقاتل من ضمنهم 15 بطل عالم رح يتواجهوا على 3 أحزمة بطولة فينيكس و4 أحزمة WMC برياضة المواي تاي السبت 29 نيسان بمجمع نهاد نوفل الرياضي زوم كيل. شاكيرا بتقدم كريست 3D وايد ديلوكس، ولو ما كنت تحت الأضواء ممكن تجيك الفرصة بأي لحظة، لهيك سلمي ضحكتك لـ 3D وايد ديلوكس. بيزيل حتى 90% من البقع وبيساعد على منع تكوينها من جديد، لأن ما في شي بيخطف الأضواء قد ابتسامة الـ 3D وايد. كريست 3D وايد ديلوكس، مع ابتسامة بيضة لحياتك تضحك لك. شكلي طالع من الدجاجة المنتوفة وعندي عرس بعد نص ساعة، دخيلك بدي شي تعيريني. لي ساعة بقيس وبشلح. ما خبرتك اني طلع معي بالاساسور وطلعت فيي قلت لها باردون. يا يا زوزو شو بتحكي؟ تعرفيني انت انا قلبي كثير طيب. كسوسو ما بلش العرس؟ فيه وبلا يتجوزوا. ريحة بونكس الجديد ما قالك قلب تتركيها، لانه بيعطيك نظافة، ريحة بتضاين 3 مرات اكثر وبزعر اوفر. صار فيك تهنيهم بالولد. الايام الصعبة بشوفها حلوة زهرية لان هي فرصة ضيع حالي فيها. أولويز بإحساس نعومة القطن بسطح الناعم والكريم المرطب بتقدم لك حماية مرتين أنعم. مع أولويز الزهري إيه ما حلوة زهري ونعومتها زهري. أنت بعدك بتحلق بالطريقة القديمة؟ جرب جيلات بلوتو بلاس، فيها شفرتين بطبقة من الكروميوم وشريط مرطب بيشتغل بمجرد ملامسته للمي. رح تتفاجأ من سلاسة بلوتو بلاس بالحلاقة، وحتتفاجأ أكثر من سعرها المناسب، لأنه بلوتو بلاس تدوم حتى 4 مرات أكثر من ناس 2. جيلات بلوتو بلاس حلاقة سلسة جدا وبسعر مناسب. جيلات، ما يستحقه الرجال. بس تكوني عم بتنطفي بتحسي كأنه الشغل ما بيخلص؟ جربي زماك مزيل الشحوم وشوفي شو فعال، فيكي تستعمليه وين ما كان والتعب كله بيختفي. زماك مزيل الشحوم، الأقوى ضد الشحوم. Ciao Andrea. This is me. Il giornale, grazie. E le bruschette mareti? No, oggi non posso, grazie. And this is my boss. Non va bene. Rifallo. My boss is a moron. I'm furious. Sei licenziato. Wait. I never miss bruschette mareti. Thin slice of bread, double bacon. Tasty, flavorful, delicious. Mmm, Maretti. I snack, I feel good. Boss show up. Rifallo. Ok. Ti stavo mettendo alla prova. Sei promosso. Bruschette Maretti. Snack, don't miss. نرجع منتابع معكم مباشرة على الهواء سحب اللوتو اللبناني. هلا الطابات نزلت بالمكانتين باللوتو وبيزيد، صار وقت انتو وانا وكلنا ناطرين الجائزة الأولى، لأنه عم نحكي عن جائزة قيمتها $1,000,000. حتى الجائزة الثانية حلوة 100,000,000، حتى جائزة زيت حلوة 75,000,000 ليرة. مع مدام تيريز مسلم يلي راقبت اللوتو من قبل ما نبلش سحبنا بسحبنا وبالبريك لحتى ترجع تذكرنا بأرقام الطابات لنرجع انا وياكم نشوف النتيجة. تفضلي ست تيريز. سحب لوتو رقم 1502 تاريخ 20/4/2017. الأرقام الرابحة 12 13 32 27 17 4، والطابة الإضافية 23. شكرا لك. بيبقى عنا النتيجة، مرتبة أولى ربحت جائزة المليون، ونهار التنين منبلش بجائزة جديدة، ولا رح تصير صافي $1,000,000؟ أولى من ربحت 92,912,125 جائزة المرتبة الثانية لشبكة واحدة. حلوة لشبكة واحدة، بنبسط أنا وتتكون لشبكة واحدة، ألف مبروك. المرتبة الثالثة أكيد انربحت، والمرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة. حلوين المراتب. الثالثة 30 واحد بيربحوا أكثر من $1,000 صافي، 1110 أشخاص أو شبكات بيربحوا حوالي 45,000، و 17,770 شبكة على الأد بيربحوا 8,000 ليرة على الأد. أما بالنسبة للمرتبة الثانية باللوتو لبنان، انربحت من مكتب رقم 2172 من عند محل بريميرا بفرن الشباك. ألف مبروك لصاحب هالورقة،
ومثل ما بنقول دائما ان شاء الله يكون عم يحضرنا هيك بينبسط دغري طازه، احسن ما يدق له صاحب المكتب او انه يعرف بعدين. وانتبهوا عندكم بس 4 أشهر لتستلموا الجائزه، يعني اذا واحد حطتها بجيبته او كبابها شي محل، يا ما بلتقي بناس بيقولوا لي شو الطابات دخلك ما انتبهنا نشوف انه هاي ما انتبهتوا، يعني مش كثير فرقانه معكم الجائزه ولا اصلا ناطرينا. ف خلوا على غيركم، برافو فول. ست رز زيد تفضلي. صاحب زيد رقم 1502 تاريخ 20 نيسان 2017. الرقم الرابح 14443. هيك تنشوف هالاربعات شو عملوا، ربحوا الجائزة أو لا. سحب سبيسيال مرتبة تانية تالتة ورابعة بيتضاعفوا أرقامها. أولى يلا بول مطحر أصنين ربحت الأولى شبكة واحدة، ألف مبروك للرقم 4443. الورقة بتنتهي بالرقم 4443 بتربح 900,000، 443 90,000 و43 8,000. وما تنسوا رح ياخذوا من 8,000 10% لأنه اليوم سحب سبيسيال. ربحت الجائزة الأولى بزيد من مكتب رقم 2771 من عند بينغوان ماركت بمغدوشة. أحلى شيء باللوتو إنه كل المناطق اللبنانية بتلعب، كل الأحزاب وكل الطوائف وكل الألوان، كبار وصغار كلنا بنشارك مع اللوتو. حلو الربح إيه؟ يبسط. قد إيه بعد عنا وقت بول؟ 10 ثواني؟ ما بلح أقول باي. أولى نهار الخميس مليار و700، تنين قصدي مليار و700. نعم. صافي $1,000,000. نعم. تانية التانية منبلش 100 مليون. الجائزة بتكون زيد 75 سبيسيال اليوم، سبيسيال واليوم كمان مرت الجاي سبيسيال. شو هالكرم يا ستي، شو هالكرم. لاليبانيز شكرا، لاليبانيز دي جو اكيد رح تعطيكم فرصه انكم تلعبوا لوتو يوميه. وزيد خلوكم معي. أنا رح أختار